النهارده عاملين يا جماعه حاجه جديده ومختلفه جدا. كل الناس بتعمل فاهيتا باللحمه او بالفراخ، النهارده بقى انا عاملاها لكم فته فاهيتا باللحمه والفراخ بصوص الزبادي والسماق. ايه رايك؟ دي تركيت انجي الطبخه كلها النهارده. الطبخه كلها النهارده تركيت انجي. تقدري تقولي؟ طب ما تقولي لنا العظمه دي مقاديرها ايه؟ يلا بينا. حابه اقول لكم ان الوصفه دي سهله جدا، ممكن نعملها بلحمه ستيك متقطعه رفيع جدا. مهم جدا يا جماعه قطعيه اللحمه اللي بنعملها في الوصفه دي، يفضل طبعا تكون من السمانه علشان اللحمه تكون ناعمه وتديكم النتيجه الحلوه في الفاهيتا. عموما هستخدم نص كيلو ستيك وزيت، مكعب زبده، كوبايه واحده من الميه المغليه، بصله متقطعه، 2 فص ثوم وملح. هستبدل مكعب مرقه الدجاج بالملح او اللحمه لو حابين، و2 معلقه كبيره من الصويا صوص، فلفل الوان، سماق وتوم باودر، ملح وفلفل، رشه حبهان وبابريكا مدخنه، ودي هتفرق معاكم قوي في الطعم، وكزبره ناشفه للتزيين مش اكتر. هعمل كمان صوص الزبادي عباره عن 2 علبه زبادي، فص واحد من الثوم، عصير نص ليمونه، زيت زيتون، ملح وفلفل اسود. قبل ما نبتدي بقى كل التفاصيل وحكايات النهارده، عايزه اقولك تعالي نحط اللحمه على النار علشان تاخد وقتها وتستوي. بصوا كده يا جماعه، اول حاجه انا حابه اعملها ان انا اسوي اللحمه. الفته دي سهله قوي قوي، شويه رز ابيض حلوين كده معانا، وتعالوا نعملها في 10 دقائق. اول حاجه هعملها ان انا هضيف مكعبين من الزبده. طبعا انت اتعودتي خلاص وصلتي المعلومه، ونحط عليها زيت. ايوه شطوره، برافو عليكي. لو انا ما بحبش الزبده، وانا فعلا ناس من الناس اللي ما بتحبش طعمها، استبدلها بايه؟ بصي، الزبده من الحاجات اللي بتفرق قوي في الطعم، لكن انت لو مش حابه وجودها تقدري تستخدمي الزيت عادي جدا. يعني عايزه احط زيت بس؟ مفيش مشكله خالص. ممكن سمنه بلدي؟ ممكن سمنه بلدي طبعا، تدي طعم تحفه برضو. احنا هنحط هنا شويه صغيرين قوي من الزيت السمار زي ما اتعودنا كده، علشان الزيت ما يتحرق. ايوه الزبده. انا شاطره ازاي؟ مذاكرة. تلميذة نجيبة شاطرة، وبرافو عليك. هنطلع من الفقرة دي بعد كده على فكرة ببرنامج مطبخ ليكي. طباخة ماهرة. لا مش هقدر انافسك. هجي لا لا لا، انت جميلة، وبعدين انا مبسوطة ان بيعجبك الاكل. انا بموت في حاجة، انا باجي جعانة طول اليوم عشان اكل. حبيبتي يا نهار، والله انا كمان طفل. بحب قوي ادوق الناس اكلي، وبكون سعيدة جدا بالموضوع ده. اكلك مختلف حبيبتي، انا بعترف بيها. تعالوا بقى نحط اللحمة اللي احنا محتاجينها تستوي. اللحمه يا جماعه من الحاجات اللي ما بنقلقش منها في السوى زي الفراخ، تمام؟ فاحنا هننزل. يعني ما بنقلقش منها يعني؟ يعني هقول لك مثلا دلوقتي، لا اللحمه من الحاجات اللي ما بتتغسلش، ومن الحاجات اللي ما بنقلقش منها في التسويه، بمعنى ان هي من الحاجات اللي لما بتديها تشويحه خلاص بتقضي على البكتيريا بتاعتها بسرعه جدا. غير الفراخ، الفراخ لا، الفراخ بيتقلق منها ومحتاجه درجات معينه من التسويه. معقوله؟ عشان كده في ناس يا جماعه تلاقوها بتاكل اللحمه بتقولوا ايه ده، ده بياكل اللحمه بالدم. لا، ده مش دم، او ده مثلا عصاره او جوس نازل، زي عصاره نازله من اللحمه، او ميديم دون مثلا. بالظبط، في ناس بتاكلها كده وناس بتاكلها كده. اهم حاجه عندي في اللحمه الطبقه الخارجيه، فوق وتحت والجنبين، دول يكونوا مستويين. دول اللي لازم يستووا تماما. هنقلب بقى الكلام ده، وهنبتدي نضيف كده شويه من التوابل والبهارات اللي تدي بقى الطعم اللي انت بتحبيه. اول حاجه هحطها شويه من السماق، والسماق ده من الحاجات اللي بتفرق جدا في الوصفه دي جدا. وهنحط شويه من الفلفل الاسود، طبعا ده من الحاجات اللي بتضيع الزفاره بتاعت اللحم. بالظبط، شويه ملح صغيرين، وهنحط معاهم الثوم. ثوم عادي مفروم؟ مش ثوم مفروم. بالظبط، ثوم مفروم. وهنضيف معاهم كمان البصل. تمام كده. لو حد ما بيحبش البصل ممكن يستغنى عنه، يعني ولا هيتاثر بال ولا اي حاجه، مفيش اي مشكله خالص. احنا هنضيف الكلام ده وهنبتدي نقلبهم مع بعض كده على نار عاليه، لان انا عايزه ادي صدمه للحمه، مش عايزه اللحمه تنزل السوائل بتاعتها. يعني هخليها ويلدن مثلا؟ بالظبط كده. لازم اللحمه دي تستوي كويس جدا، لان انا عايزاها في الفته دي مستويه. ودي طبعا شرايح رفيعه جدا، فما بتاخدش وقت في التسويه. هقلبها تقليبه كده، وبعدين هقول لك دلوقتي بقى هنضيف عليها ايه.
هضيف عليها شويه من البصل الباودر والثوم الباودر الاثنين مع بعض، ميكس على بعض، ميكس على بعضه كده، وده بيدي طعم بقى حكايه. وبعدين هضيف عليها بقى 2 معلقة كبيرة من الصويا صوص، زي ما اتفقنا ده اللايت علشان يكون لونه خفيف وطعمه مش مركز في الوصفه بتاعتي. صويا صوص لايت بالظبط كده. هقلب التقليبه دي، وبعدين انا الريحه باينه من عندي، الريحه ابتدت تطلع صح، وعايزه اقول لك ان اللحمه شبه استوت، يعني مش قادره استنى الفقره والحلقه كلها لما تخلص، الريحه باينه قوي. الريحه حلوه واللحمه دي هتعجبك قوي. انا هنا بحب اضيف شويه صغيرين جدا ميه مغليه، ليه؟ علشان اتاكد يبقى في صوص مثلا او تعمل صوص. لا كده؟ عايزه اتاكد ان اللحمه استوت أوكي. كويس، وفي نفس الوقت الكلام ده كله شرب من النكهات. هي الريحه والشكل يعني باينين قوي قوي. انا عايزه اقول لك ان دي من الوصفات اللي انا في مره حبيت ان انا اخترع فته جديده. انا زهقت، عملت رز وعملت لحمه، قلت طب ما تجربي كده تحطي سميد على بعض، تحطي خضار، تعملي حاجه مختلفه. انا من عشاق يعني الفاهيتا. النهارده الوصفه كلها تركات انجي، مش تركايه جوه الوصفه. ايوه بالظبط كده، النهارده الوصفه كلها بالظبط. طيب انا عايزه دلوقتي اديها بقى الطعم الحلو، هضيف الفلفل الالوان. اوكي، وزي ما اتفقنا قبل كده انا وانتي ان الفلفل الالوان بيخليها تكتسب نكهات زياده وحاجه صحيه اكتر، يعني احنا بناخد الفوائد اللي في الفلفل. هسيب ده الكلام. لو في حد ما بيحبش اللحمه او ما بياكلهاش ممكن يعمل نفس الطريقه بنفس كل الحاجات بس بالفراخ؟ اه طبعا ممكن جدا، لان هي بس هي خلي بالك الوصفه دي معروف عنها انها عاده بتتعمل بالفراخ، فاحنا المره دي عاملين حاجه مختلفه شويه ان احنا نعملها باللحمه. دي الافتكاسه. وبعدين ان انت تعمليها فاهيتا برضو ده شيء مختلف وجديد شويه. ممكن حد مثلا يطلع يتكلم، انت عارفه بقى ان المحللين كتير أيوة. على في الكومنت فيقول لك طب ما هي عامله شاورما عادي. لا يعني لا لا، الفاهيتا مختلفه تماما عن الشاورما. قولي لهم الفرق. اقول لكم الفرق. الشاورما من الحاجات اللي لازم نعتمد فيها على الطماطم مع الفلفل الشاورما والبقدونس أوكي. والبصل. شاورما مصري لازم تكون كده، وطريقه تسويه الشاورما مختلفه كتير عن الفاهيتا. الفاهيتا دايما بتكتسب نكهات مختلفه، من بعدها فلفل الوان نضيف عليها خضار زي اللي احنا عاملينه، بصل، ثوم، الحاجات دي. الشاورما لا، الشاورما ما بيتحطش فيها ثوم خالص، الشاورما لازم نعتمد فيها على البصل والبقدونس والطماطم مع بعض قوي قوي. بس ومره ان شاء الله نعمل الشاورما المصري. انا عايزه اقول لك انا بنافس أنا محلات الشاورما. انا كتبت لك في الكومنت وانت طنشتي وقلت لك انا عايزه الحلقه الجايه شاورما يا انجي. لو الحلقه الجايه اوعدك نعمل ان شاء الله نوعين من الشاورما، اتمنى بقى المصري والسوري ان شاء الله. طيب والصوص التوميه لو سمحت، وصوص التوميه عينيا. انا هسيب دي تستوي شويه، هسيبها على النار شويه كده زي ما هي تمام، ونبتدي نعمل صوص الزبادي اللي احنا هنضيفه على الوش. طب قولي لي واحنا بنعمل صوص الزبادي كده، قولي لي الاول صوص الزبادي. صوص الزبادي سهل جدا، انا هستخدم فيه 2 زبادي، علبتين من الزبادي اوكي، وهضيف عليهم فصين او فص واحد من الثوم المفروم. من غير تسويه؟ من غير تسويه بجد؟ خالص مفيش اي تسويه. بصي معظم انواع الصوص بيتضاف لها ثوم دايما. توم معظم يعني. معظم انواع الصوص بيتضاف لها توم. هقلبهم كده تقليبه مع بعض، وبعدين هبتدي اضيف بقى شويه. نضربهم ضرب مبرح يعني عشان تطلعي غلك في الزبادي الولاد والبيت بس كده. طلعي هنا هنضيف عليهم شويه صغيرين قوي فلفل اسود، انا مش عايزه ازود الفلفل هنا أوكي. وشويه صغيرين جدا من الملح، وحبه حلوين بقى من زيت الزيتون أوكي. اللي هو حبيبي، وانت عارفه ان انا خلاص كده في بيني وبينه عمار. في اي وصفه وخاصه في الصوصات بحسه من الحاجات الناجحه جدا. ده كده خلاص كده الصوص بتاعي جاهز. حلو قوي، سهل جدا. لو حد عنده قولون ومش هيقدر ياكل التوم ده هل بيقدر يستغنى عنه ولا في طريقه فرم معينه؟ لا طبعا نقدر نضيف. اولا التوم المفروم بيبقى تاثيره اخف كتير من التوم الشرايح الكبيره أوكي. لكن لو احنا مش حابين نستخدم توم مفروم ممكن نستخدم التوم الباودر بكميات صغيره قوي، وده مش هيدي طعم مشابه، مش نفس الطعم أوكي. طعم مشابه لكن
مش هيأثر خالص على مرضى القولون خالص. انا كده خلصت الصوص بتاعي، شويه السماق الحلوين دول ما تفتكريش هنستغنى عنهم ابدا، ابسولوتلي نوت. الخطه بالظبط، دول مهمين جدا بالنسبه لي. وانا هبتدي بقى دلوقتي، بصي اللحمه يعني ريحتها فايحه كده. عملنا بلند للصوص ولا ممكن نحتاج الهاند بلندر او الخلاط؟ لا مش هتحتاجي اي حاجه خالص، ده صوص بسيط جدا ما فيهوش اي مكونات حاجه في البيت. يعني ما فيهوش حاجه صعبه. انا كده اللحمه بتاعتي شبه جاهزه، تعالوا على ما اللحمه تخلص اقول لكم التركه بتاعت المعلومه بتاعت الحلقه دي. الناس يا جماعه، بما اننا النهارده اشتغلنا بلحمه، الناس عندها اعتقاد خاطئ بان احنا ممكن نبقى في البيت في مطبخنا بنستخدم كاتنج بورد واحده. ده مش صح خالص. المفروض ان احنا لما يكون في مطبخنا فراخ ولحوم، وعندي كمان دواجن، اي انواع دواجن او اسماك، كل حاجه منهم يا جماعه لازم يبقى ليها كاتنج بورد منفصل عن التاني. الدواجن ليها بكتيريا، واللحوم كذلك، والاسماك كذلك. فانا لما اجي اعمل كاتنج بورد واحده لكل ده، انا بعمل انتشار للبكتيريا في المطبخ. يعني انا دلوقتي في بيتي او في بيوت المصريين عامه، في كاتنج بورد للحمه والفراخ والسمك، في كاتنج بورد للخضار بالزبط. وفي كاتنج بورد اللي هي الخشب للعيش والمخبوزات. هو ده مش كلام صح خالص يا جماعه، ارجوكم اهتموا قوي بالحته دي. احنا معلش هندفع في كاتنج بورد للخضار، كاتنج بورد للدواجن، كاتنج بورد للحوم، وكاتنج بورد للسمك. كاتنج بورد بمعنى لوح تقطيع اللي احنا بنستخدمه. ليه ما ينفعش؟ عشان انا ما ينفعش اعمل خلط للبكتيريا، يعني الفراخ البكتيريا بتاعتها مش بتموت بسهوله خالص. فانا ما ينفعش اشتغل مثلا اقطع فرخه واقوم جايه مقطعه عليها اتنين فلفل رومي او طماطمتين، ابقى انا كده ضيعت. طب ما هتقول لك ما كله الموضوع بيدخل النار او كله بيستوي على حراره. للاسف ده من اكتر الحاجات الشائعه اللي بنعملها غلط، لان البكتيريا دي بتموت في درجات حراره متفاوته. أوكي. فانا لما اجي اسوي فراخ ما ينفعش اقوم حاطه الخضار ياخد البكتيريا دي من الفراخ. فدي نصيحه النهارده، ادفعوا معلش اكتر شويه ونحافظ على صحتنا بان احنا نجيب قطاعه لكل حاجه لوحدها، وخاصه الخضار والعيش. بس يعني الخضار والعيش اهم من انواع اللحوم والاسماك. مهم جدا جدا انك ما تعمليش على قطاعه الفراخ واللحوم الخضار. أوكي. وان شاء الله في حلقه ثانيه، عشان دي هنحتاج نتكلم عليها بالتفصيل شويه، ان احنا نعرف ايه يعني ازاي انظف الكاتنج بورد، وايه احسن انواع الكاتنج بورد. لان في ناس بتستخدم حاجات كتير قوي، في الخشب، في الازاز، في الرخام، في البلاستيك. فاحنا عايزين نعرف انواع ان شاء الله، دي نتكلم عليها في حلقه لوحدها ان شاء الله. وليه بقى الحاجات الروايح اللي انا شماها دي؟ احنا كده يعني اديناها وقتها وزياده. استوت طبعا، انا اديتها وقتها جدا جدا، حبيت انها يعني تستوي تماما. تعالي بقى نغرف. انا شم الريحه. تعالوا نغرف معلش بس العين قفلت لوحدها، فانا تمام كده ظبطتها. انجي هيقول لك فته، بس هي مش جايبه عيش او توست او عيش محمص او كده، فهيقول لك ازاي فته؟ لا فته لازم رز بالنسبه لي. لا هيقول لك مش حاطه معاها رز عيش زي الفته السوري. لا هي أو ليها رز المصري. معيش ورز بيحطوا الفته المصري او سوري عيش ورز مع بعض؟ لا دي من غير رز، انا مش حابه انها تكون فيها نشويات كتير قوي. مش حاطه عيش؟ مش حاطه عيش خالص. بس هي ممكن تحط عليها عيش؟ حساها هتبقى دسمه اكتر زي الفته السوري كده ممكن، بس دي علشان اوريدي فوق انت الطبقه دي فيها حاجات كتير قوي، فاحنا عايزين نقلل الطبقه اللي تحت شويه. أوكي. يعني بدل ما نستخدم فيها العيش ممكن ان احنا نكتفي جدا بالرز اللي احنا عاملينه. أوكي. ده رز ابيض عادي خالص يا جماعه، زي اي رز بنعمله. هغرفه وبعدين نبتدي نضيف الفاهيتا فوقيها. انا بحب المكسرات، او انا من الناس اللي بتحب المكسرات قوي، خصوصا داخلين على رمضان، فكل البيوت بيبقى فيها مكسرات زياده شويه. طبعا ممكن طبعا جدا احط عليها مكسرات مثلا، او شبت او بقدونس او كده. بصي هو انا المفروض النهارده بصراحه كان يتحط عليها الكزبره الخضراء او البقدونس. أوكي. بس دي حاجه انا نسيتها، يعني نسيت ان انا اجهزها، لكن الطبيعي ان انت تزينيها بشويه من البقدونس، وممكن احط مكسرات طبعا، وشويه من المكسرات لو عندك هتبقى رائعه. اوكي. بصي انا كده غرفت الرز بتاعي، هبتدي بقى اضيف الفاهيتا اللي احنا عملناها. انا شم الريحه من عندي، يعني انا عايزه اقول لك ان هي من الحاجات، وشايفه على الشاشه صوص كده طالع السهله اللذيذه.
طعمها مختلف، هتعجبك جدا، هتحسي انك بتاكلي ميكس كده غربي شرقي لذيذ قوي. وبعدين هنضيف بقى عليها الصوص اللي احنا عملناه، وده اللي هيديها بقى طعم خيالي. انا شايفه كمان حتى الصوص بتاعها اللي في الصوص اللي طالع منها اصلا. انا عايزه اقول لك ان انا الصوص ده ما بستغناش عنه، انا يمكن ساعات كمان لو مش على الهوا بزود الوقت شويه واخليه يبقى ليه سمك اكتر. أوكي. واضيفه على جنب يعني في طبق لوحده، زي الصوص بتاع الفاهيتا نفسه العادي بالظبط كده. احنا كده خلصنا، هنضيف بقى شويه من الزبادي فوق الوش. الصوص الجامد اللي انت عاملاه ده، تعالوا بقى الطبق. يا جماعه ريحته وشكله، انا عايزه الحلقه تخلص بسرعه بسرعه. بجد هاتي معلقه. انا يعني بص انا هجيب لك حالا، لازم هجيب لك حالا معلقه، بس عايزين نضيف الصوص ده. لازم اجرب على الهواء قبل الحلقه ما تخلص، قبل ما يعني الطبق ده هيتخطف، انا متاكده. ايه رايك؟ هيتخطف خطف الطبق ده. الميكس نفسه بتهيألي غريب عليكي صح؟ الزبادي مع الزبادي معروف مع المكرونه او مع السيزر، فرز مع زبادي يعني بالنسبه لي جديده. احنا كده خلصنا. انا بقى بعمل ايه؟ بعمل تريك لذيذ قوي، ان انا بعد ما بحط الزبادي بضيف شويه كمان فوق الفاهيتا فوق الكلام ده. بصي الصوص بتاعها كمان اللي طالع من الطاسه، علشان ايه؟ نخلي الطبق دسم اكتر، يعني الطبق غني اكتر، طبقات كده حلوه. غني مش دسم. أيوة. عشان الناس بتخاف قوي من كلمه دسم غني. دلوقتي غني مش دسم، غني اكتر. احنا كده خلصنا. أوكي. نضيف بقى شويه من السماق فوق الوش. حلو قوي، وده بيدي بقى مزازه كده وطعم حكايه. وكده احنا خلصنا. انا لازم اجرب على الهواء. احنا نجيب معلقه حالا لانه انا مش قادره، عارفه الريحه باينه والاكل، وبعدين الماكس انت عامله ماكس غريب. استني بقى نجيب لك معلقه يا نس مهاره عشان تدوقي الكلام ده. يلا معلقه قلب كمان. ما هو في قلبي الاكله دي، باين انها في قلبي. سخنه؟ هيفتكروني بجاملك، بس حقيقي الميزة في كل أكلك إن كل حاجة بتحطيها بتبقى باينة. ألف هنا أو ليها طعم. ألف هنا حبيبي. دقتي خدتي الميكس على بعضه، خدتي زبادي مع الفاهيتا مع الرز الحلو ده. أنا قلت لك في أول وإحنا بنصور، إنجي ليه مش حاطة ملح في الرز؟ بس أنا تقريبا دلوقتي اكتشفت ليه أنت مش حاطة ملح. حقيقي تحفة. ألف هنا.